نخلي نبدأ محاضرتنا، نحكي عن نكمل المحاضرة الماضية، وبعدين نحكي شوي عن بخصوص الامتحان. ماشي، احنا المحاضرة الماضية آخر إشي، آخر موضوع حكينا، خليني بس مراجعة سريعة. حكينا عن إشي اسمه البوست أنوفا كومباريزون أوف مينز، وحكينا لما بكون عندنا الهايبوثيسيس تيستينج ريزلتس، النتيجة بتاعته إنه reject the null hypothesis، وبالتالي at least one of the means is not equal to zero. تمام، إذا هاي الهايبوثيسيس اللي شايفينها هون، في عندنا هاي null hypothesis all means are equal، والalternative hypothesis at least one of the means is different from the others. هلا حكينا بالحالة هاي، بدنا نعرف إذا كل الميز مختلفين عن بعض، ولا واحد من الميز مختلف عن الثانيات، ولا اثنين مختلفات عن الثانيات، and so on. فكيف بدي أعرف؟ لازم نعمل إيش اسمه البوست النوفا تيست. وطبعا حكينا في عدة أنواع، النوع المتداول أكثر إشي اللي هو بسموه الفيشر، فيشرز ليست سيجنيفيكانس ديفرنس تيست. تمام، طبعا آلية عمل التيست شرحناها احنا بالتفصيل المرة الماضية، حكينا مشينا عليها. تمام، حطينا المعادلة هاي، بنحسب ال اس دي، بنقارن ال اس دي مع المينز. خلينا ناخذ مثال على الحكي هذا اللي حكيناه المرة الماضية، ناخذ مثال اللي هو رقمي. Suppose a professor wants to know whether or not three different studying techniques lead to different exam scores among students. To test this, she randomly assigns 10 students to use each studying technique and record their exam scores. تمام؟ إذا في عندنا بروفيسور بدها تختبر، تشوف إذا الطرق المختلفة من الدراسة بتعطي نتائج مختلفة بالامتحانات. تمام؟ في عندها 3 طرق اقترحتهن. تمام، اختارت 10 طلاب مشان يدرسوا بكل طريقة، يعني كل طريقة فيها 10 طلاب اللي هو عدد السامبلز، وعملت لهم الاختبار وقارنت بين ال3 مجموعات. إذا في عندنا 3 مجموعات، كل مجموعة بتدرس بتكنيك مختلف. تمام، وكل مجموعة عددها 10. تمام، وطلعت البيانات من الإكسل حسب الأوتبوت اللي عندنا هون. التكنيك 1 عدد العينات 10، مجموعهم 800. تمام، وبالتالي الأفرج بده يكون 80، أفرج العلامة 80 يعني، والستاندرد ديفيشن أو الفارينس اللي هو مربع الستاندرد ديفيشن 34 أربعة بالعشرة. التكنيك الثاني من نفس الإشي، طلع عندنا 85 و8 بالعشرة الأفرج، والفارينس 19 و3 بالعشرة تقريبا. والتكنيك الثالث طلع الأفريج 88، و اللي هو الفارينس مربع الستاندرد ديفيشن 57. طبعا للوهلة الأولى بتبين إنه فيه واضح كل يعني التكنيك بيأثر على العلامة، هاي القيمة اللي مبينة قدامنا، يعني واضح التكنيك الأول الأفريج كان 80، التكنيك الثاني تقريبا 86، الثالث 88. لكن هلا من ناحية إحصائية، هل هذول الـ3 تكنيكس بيختلفوا عن بعض إحصائيا ولا لا؟ وحكينا لما بكون في عندنا more than one than two levels لازم نستخدم الأنوفا. يعني احنا حكينا يا جماعة simple hypothesis testing mean لما بكون في عندنا one level، لما بكون في two levels بنستخدم two means comparison، و more than two means بنستخدم الأنوفا. فراحت على أخذت العينة التجارب هاي أو النتائج اللي عندنا. تمام، وحطتها في النوفا تيبل أو في النوفا سوفت وير اللي هو هون استخدمت الإكسل، زي ما راح نعمل إحنا ليتر، نورجيكم كيف نستخدم الإكسل تو استيميت النوفا. تمام، فوجدت إنه البتوين جروبس اللي هي بنسميها التريتمنت سم أوف سكويرز طلعت 341، والويذن جروب اللي هي بتطلع تقريبا 1000، اللي هي within the group طبعا هاي الايرور.
تمام. بس لاحظوا هون degrees of freedom على 3 8 2، من وين اجت 2 يا جماعة؟ من وين اجت 2؟ لأنه عندنا احنا 3 different levels، 3 ناقص 1 يساوي 2، وال 27 هاي من وين اجت؟ اجت من total number of treatments اللي هي 10 ضرب 3 30 ناقص الليفلز 3 ليفلز 30 ناقص 3 ويساوي 27. الآن طلعت المين سكوير للتريتمنت بيطلع 170 8 بالعشرة، المين سكوير للإيرور بيطلع 36 و9، يعني تقريبا 37 تمام. بناء عليه حسبت الاف ستاتستيك اللي هو بيطلع 4.62 تمام. طبعا الاف كريتيكال من التيبل عند 5% بيطلع عندنا 3.35 تمام. واضح طبعا انه الاف ستاتستيك اكبر من الاف كريتيكال، وبالتالي بدنا نقول انه فعليا من ناحيه احصائيه there is significant difference of technique on the results or in the exam grades. اذا بيأثر بشكل significant تغيير نوع التكنيك العفو تغيير نوع التكنيك اثر عندنا بشكل significant statistically significant على النتائج. طبعا كما في عندنا هون البي فاليو، هاي قيمة إضافية يعني بنقدر احنا نستخدمها إذا كانت موجودة، إذا كانت معطية عادة الإكسل أو أي سوفت وير بيشتغل إحصاء بيعطينا إياها. لاحظوا هاي 0.018 تقريبا 0.02 which is smaller than 0.05 which means إنه which supports إنه we reject the null hypothesis تمام. طيب إذا لاحظوا الآن احنا we rejected the null hypothesis، ما قبلنا الفرضية إنه الـ different techniques أعطونا نتائج متشابهة، وبالتالي الآن بدنا نعرف هل فيه اختلاف بين التكنيك الأول والتكنيك الثاني، التكنيك الأول والتكنيك الثالث، والتكنيك الثاني والتكنيك الثالث، هل كلهم بيختلفوا عن بعض ولا بس واحد بيختلف؟ لأنه الأنوفا ما بيعطينا إلا نتيجة واحد فقط تمام؟ يعني الـ overall result تمام. إذا خلينا نشوف هلا كيف بدنا نستخدم الفيشر least significant difference تمام. إذا كاتب هون إنه since الـ p value بتطلع 0.02 which is less than 0.05 we can conclude that not all the mean exam scores between the three groups are equal. ماشي، إذا reject the null hypothesis. الآن مشان نعرف مين هم اللي بيختلفوا قلنا عندنا الأول والثاني، الأول والثالث والثاني والثالث، بدنا نشوف مين بيختلف عن الثاني، هل هم كلهم بيختلفوا عن بعض ولا الاثنين بيختلفوا ولا كيف. Thus we can proceed to perform Fisher's least significant difference significant differences to determine which group means are different. طبعا القانون هاي حطيت لكم اياه انا بالسلايد السابق. لاحظوا هنا احنا بناخذ الالف على اثنين، في الف على اثنين 0.025 اللي هي نص الخمسة بالمية. degrees of freedom للإيرور أو اللي هي within treatment عندنا 27. square root للمين square error طبعا هاي جبناها من هون من لحظة، هاي هون عندنا المين square للإيرور هاي 36 0.94 تمام. اوكي طبعا ال N1 10 وال N2 10 لانه ال N1 وال N2 وال N3 all the same 10 ماشي. فبناخذ الجذر ل 36.95 في 1 على 10 زائد 1 على 10، ناخذه كله تحت الجذر. لاحظوا احنا هون المقارنات بنعملها بين يعني السامبل حسب السايز، السامبلز حسب السايز ماشي. فبطلع عندنا هون الليست سيجنيفيكانت ديفرنس هذا الرقم اللي هو 5.578 تقريبا 5.58 5.58. اذا هاي الخطوه الاولى بنحسب ال ال اس دي، ال ال اس دي انتبهوا انه ال ال اس دي هون لانه عدد العينات متشابه، فبالتالي ال ال اس دي قيمته ثابته، لانه لو اختلفت العينات الأصل إنه يكون الـ LSD مختلف.
طيب هلا الخطوة الثانية، بدنا نحسب الفرق بالمينز. هلا الفرق بالمينز من وين بنجيبه؟ بنرجع مرة ثانية على الإكسل أوتبوت. لاحظوا هاي المينز اللي هي الأفريجز، 80 الأول، الثاني 85، الثمانية بالعشرة، الثاني الثالث 88. الآن بناخذ الأبسوليوت ديفرنس، الأول مع الثاني، الأول مع الثالث، أو ناقص يعني الأول ناقص الثالث، وبعدين الثاني مع الثالث. لاحظوا هاي الديفرنس هون بيطلع 5.8، الديفرنس هون بيطلع 8، والديفرنس بين الثاني والثالث بيطلع 2.2. الآن بنقارن بين القيمة هاي للـ LSD والديفرنس. إذا كان الديفرنس أكبر من الـ LSD، اللي هو لاحظوا فكرة الـ LSD الليست سيجنيفيكانت ديفرنس، يعني أي شيء أقل من القيمة هاي معناته ما في significant difference. أي إشي أعلى من القيمة هاي الـ 5.578 معناته we have significantly different treatments. ماشي، إذا لاحظوا واحد واثنين، لما أخذنا تكنيك واحد واثنين الفرق بيناتهم طلع 5.8 which is greater than 5.57. إذا بالتالي التكنيك واحد والتكنيك اثنين are statistically significant at 0.05 level، يعني 1.05. هلا تكنيك واحد واثنين ثلاث الفرق بيناتهم بطلع 8 which is also greater than LSD، وبالتالي بين واحد وثلاث statistically significant at alpha equal 0.05. بينما الآن لاحظوا بين اثنين وثلاثين difference طلع 2.2 which is less than ال LSD، وهذا معناه انه تكنيك 2 and 3 are not statistically significant at alpha equal to 0.05. لاحظوا إذا هون شو بحكي لي؟ بحكي لي إنه طريقة واحد والطريقة اثنين بالدراسة أثرت على نتائج الامتحان. الطريقة واحد والطريقة ثلاث في يعني في فرق بيناتهم، قصدي بالنتائج الامتحان واحد واثنين وواحد وثلاث، بس اثنين وثلاثة ما اختلف الفرق بين النتائج، اثنين وثلاث ما اختلف الفرق بين النتائج. طبعا تمثيلها عن طريق الديستريبيوشن، لانه الان احنا عندنا ثلاث ليفلز، هذا ليفل 1 ليفل 2 اند ليفل 3. ماشي، وهاي بتورجينا هون كيف بتصير الفاريابيليتي. السؤالات مبينة؟ اه واضحة دكتور. طيب ماشي، إذا خلينا نروح على المثال الثاني. نقرأ المثال: رينتال كار كومباني، شركة تأجير سيارات، wants to investigate whether the type of car rented affects the length of rental period. إذا في عندنا شركة بتأجر سيارات، الآن هم مهتمين يعرفوا إذا نوع السيارة، طبعا هون المقصود بنوع السيارة اللي هو حجم السيارات، يعني من في عندنا السب كومباكت اللي هي السيارات الصغيرة، وفي عندنا الكومباكت أكبر شوي بتيجي منها، والميد سايز الوسط، والفول سايز اللي هي السيارات الكبيرة. هلا بدهم يشوفوا إذا كان هاي الكاتيجوري بتأثر على طول فترة استئجار السيارة بالأيام، يعني هل مثلا لما بتكون السيارة مثلا أكبر وبالتالي سعرها أعلى، هل هذا معناه إنه بتستأجر لفترة أقصر؟ يعني هم انترستد يعرفوا هل في تأثير لحجم السيارة اللي هو التايب أوف كار على فترة استئجارها. طيب مشان يدرسوا هاي الظاهرة أو يشوفوا هاي النظرية أو يعني يستفسروا عن هذا السؤال: An experiment is run for 1 week at a particular location and 10 rental contracts are selected random for each car type. The results are shown in the following table. إذا راحوا على فرع للشركة مثلا بمدينة معينة أو مكان معين، وأخذوا سحبوا لمدة أسبوع، طبعا عملوا التجربة، أخذوا 10 عقود إيجار 10 rental contracts، تمام، لكل نوع من السيارات هذول. يعني راحوا مثلا للكم السب كومباكت كار، أخذوا أول عقد طلع يعني اللي استأجرها 3 أيام، العقد الثاني
5 أيام، لاحظوا نفس نوع السيارة السابق، كومباكت اللي هي الصغيرة. العقد الثالث لقوا مستأجر على مدة 3 أيام، العقد الرابع ل7 أيام، أنطون راحوا على الكومباكت نفس الإشي، أخذوا برضو راندوملي 10 عقود. العقد الأول لقوا إنه استأجرها لمدة يوم، العقد الثاني 3 أيام طبعا بشكل راندوم. تمام، إذا هاي الأوبزرفيشنز اللي هي تمثل عدد أيام الاستئجار للسيارة، ماشي، بحسب حجمها. الآن إيش السؤال؟ develop ANOVA for this experiment. من أول خطوة بدنا نعمل ANOVA. لاحظوا التريتمنتس عندنا إيش يا جماعة؟ كم التريتمنت عندنا؟ 4 تريتمنت، 1 2 3 4 اللي هو type of car. كم run أو replicate لكل تريتمنت اللي هي الان سمول؟ 10، شايفين هذول 10. إذا 10 ضرب 4 40، عندنا 40 observations. فبدنا نفهم التريتمنتس ونفهم عدد الاوبزرفيشنز مشان نقدر نبني الانوفا الاناليسيس اوف فاريانس. Is there evidence to support a claim that the type of car rented affects the length of rental contract? Use alpha equal to 0.05. إذن السؤال هون أو الفرضية اللي بدهم يختبروها، هل نوع السيارة بيأثر على طول فترة إيجارها؟ لاحظوا هذا سؤال مهم بالنسبة لهم. يعني خلينا نقول إحنا عندنا شركة سيارات مهتمين نعرف إيش السيارات اللي بيستأجروها الزبائن أكثر، وبالتالي أنا بدي أزيد عدد هاي السيارات. عشان هيك هذا اختبار الفرضية valid بالنسبة لي، مهم، بعطيني indication هام. أو ممكن مثلا أنا أركز على نوع معين من السيارات اللي بيستأجروا له فترة أطول، لأنه هذا بالنسبة لي more profitable. أنا بدنا نستخدم الأنوفا نساعدهم عشان يقدروا يعطوا decision whether there is أول إشي difference، وإذا كان في difference إيش هم السيارات المختلفين عن بعضهم. طيب if so which types of cars are responsible for the difference؟ ماشي، يعني إذا كان في difference زي ما حكينا، أي واحدة بدها تكون، هل هي الفول سايز مثلا، الميد سايز، الكومباكت، ولا كلهم مثلا؟ إذا أول خطوة بنعمل الأنوفا، هاي الأنوفا عندكم مبين هون بالصورة analysis of variance. طبعا هذا الأنوفا معمول عن طريق برنامج اسمه الميني تاب، ماشي، أنا بحاول أورجيكم الأنواع المختلفة من البرمجيات. البرمجية السابقة استخدمنا الإكسل، المايكروسوفت اكسل، هلا الميني تاب. طبعا الميني تاب مور بروفيشنال، يعني الاكسل هو جنرال سبريد شيت، يعني يستخدم للتحليل الاحصائي ولاشياء ثانيه از سبريد شيت، لكن الميني تاب هو برنامج متخصص بالاحصاء. طيب المهم، ما يهمنا كيف نقرا، نتعلم كيف نقرا الاوتبوت من الميني تاب. اذا هون معطينا الاناليسيس فارينس فور دايز، لاحظوا الفاريبل عندي الدايز، السورس، الديجريز اوف فريدم، السم اوف سكوير، المين سكوير، الاف فاليو، والبروبابيليتي. لاحظوا هون الكار تايب عندنا ديجريز اوف فريدم كم؟ 3. ليش 3 يا جماعه؟ لانه عندنا 4 تريتمنت، 4 ماينس 1 بيطلع 3. هلا الايرور عندنا 36، من وين اجت 36 هاي؟ احنا في عندنا 40 اوبزرفيشنز، تمام؟ 40 اوبزرفيشنز اللي هي قلنا 10 ضرب 4 ناقص 4 اللي هو النمبر اوف تريتمنت، 40 ناقص 4 بيطلع 36. رجاء تكون واضح لكم كيف نحسب الديجريز اوف فريدم، مهم جدا كيف نحسب الديجريز اوف فريدم. يعني الديجريز اوف فريدم انا بعطيكم هذا التيب الفاضي، يعني هذا تبع الديجريز اوف فريدم، بعطيكم هاي الداتا مثلا هون وبعطيكم التيب هذا فاضي، انتم بدكم تعرفوا كيف تحسبوا الديجريز اوف فريدم. واضح يا جماعه؟ نكون فاهمين كيف، تمام. الان الصم طيب اعذروني، النت يبدو عليها ضغط شوية، اعذروني النت يمكن عليها ضغط شوية عشان هيك يظل يحكي لي. طيب إذا sum of squares هون معطيني إياها للتريتمنت بتطلع 16.68، تمام، وللتوتال 196، وللإيرور 180. الآن المين سكوير قلنا بنقسم الـ sum of squares على degrees of freedom. عندنا mean square للتريتمنت اللي هي الكار تايب تطلع 5.56، للايرور 5.01.
لحظة، هلا أنا مجرد ما أطلع وأشوف إنه الإيرور مين سكوير والتريتمنت مين سكوير متقاربات مباشرة، يعني أو بلاش نقول مباشرة، على طول بفكر إنه في عندنا يعني أو يعني الكونكلوجن راح تكون مينلي أكسبت إن الهايبوثيسز، وبالتالي ما في ديفرنس، ما في ديفرنس. لاحظوا الآن بنحسب الأف، الأف اللي هي تمثل مين سكوير للتريتمنت على مين سكوير للإيرور تطلع 1.1، هاي كمان القيمة كثير قليلة. تمام، طبعا في الميني تاب هون ما بحسب هو الاف كريتيكال، بعطينا البي فاليو دايركت. لاحظوا البي فاليو قديش 0.35 which is much greater than 0.05. هذا indication واضح انه عندنا ايش؟ We will accept null hypothesis which means انه there is no difference، يعني تغيير او التغير بنوع السيارة لا يؤدي الى تغير بطول فترة اللي هي الإيجار، الإيجار تمام، إيجار السيارة. طبعا لما تطلع عندنا no difference يعني accept null hypothesis، ما بنحتاج نعمل ال LSD test اللي هي significant difference. والسبب بكل بساطة يا جماعة، لأنه إحنا ما دام ما في difference على إيش بندور؟ إحنا لما نقول بتطلع reject null hypothesis ساعتها بدنا نفتش نشوف أي treatment من هذول الفور ليفل اذا كانت ريجكت النال هايبوثيسز، اي تريتمنت بتختلف عن الثانيه او مين التريتمنتس اللي بيختلفوا عن بعض. الان ما دام اي اكسبتد النال هايبوثيسز معناته ما في داعي اعمل الليست سيجنيفيكانس ديفرنس او البوست انوفا تيست. طيب الشغله الثانيه، اذا واضحه الفكره يا جماعه، اذا كانت نو ديفرنس هاي بدها تكون نتيجه. الشغله الثانيه نشوف النورمال بروبابيلتي كيرف. اوكي نورمال بروبابيلتي كيرف مش عندي هون، هاي النورمال بروبابيلتي كيرف. طبعا النورمال بروبابيلتي كيرف هون هو عبارة عن خط يعني برضه مش مختلف كثير عن ال تقريبا، يعني هذا خط مستقيم. لاحظوا النقاط كلياتها متقاربة وبرضه الريزيجوال بلوت متقاربة، وبالتالي I don't have any reason to suspect إنه the data are not normal. Are not normal. So everything is okay. We'll get back to the same conclusion. طيب ناخذ المثال الأخير وبه نختم. An experiment was run to determine whether four specific fire and temperatures affect the density of certain type of brick. The experiment led to the following data. إذا في تجربة بدنا نعملها، نستخدم بتعرف الطوب الحراري، الطوب الحراري اللي هم بيشووه شوي يعني بيحرقوه على درجات حرارة معينة مشان يصير له كيورينج، يعني مشان يجف. تمام، هاي العملية بيعملوها للطوب الحراري، فبالتالي عملية التجفيف هاي بتصير على درجات حرارة مختلفة. هلا هم بدهم يشوفوا هل زيادة درجة الحرارة بتأثر على كثافة الطوب. طبعا كل ما كانت كثافة الطوب أحسن كل ما كان أفضل من ناحية خصائصه الميكانيكية، يعني كسترينث بكون أعلى. وبالتالي هم they are interested in testing يعني اختبار whether temperature affects the density of the bricks. تمام، إذا هاي الفور ليفلز اوف temperature 100 125 175 175، وعندنا على كل temperature level أخذوا أربع بريكس، أربع طوبات حرارية، وقاسوا إلها الدنسيتي وسجلون القراءات. إذا في عندنا 4 ضرب 4 في عندنا 16 observations. السؤال بقول develop ANOVA for the experiment. Does the firing temperature affect the density of the bricks? Use alpha equal to 0.05. تمام، طبعا بنعمل الانوفا. هلا هون راح نستخدم برنامج اسمه ديزاين اكسبيرت، هذا النوع الثالث بكون من برمجيات الاحصاء. قلنا الاكسل ميني تاب والديزاين اكسبيرت، ولاحظوا هنا نفس الاشي حاطين السم اوف سكويرز الديجريز اوف فريدم. تمام، هون مسميها ريزيجوال طبعا، واللي هي التريتمنت. ولاحظوا حاطين الاف فاليو 2.02 ومعطين البروبابيلتي 0.15. طبعا عند الفا 0.05 مجرد ما شفت البروبابيلتي 0.05 معناته the treatment is not significant. لاحظوا هذا يعني
الاكسبيرت ديزاين اكسبيرت بيعطينا كمان هون كونكلوجن، شايفين معطينا الكونكلوجن انه نوت سيجنفكنت، وبالتالي التمبريتشر لا تؤثر على الدنسيتي على كثافة البريكس بشكل سيجنفكنت ات الفا 0.05. هاي معناها، او بنطلع هون بنقارن بين ال 0.05 اللي عندنا الالفا والبروبابيلتي، قلنا لما تكون البروبابيلتي اكبر من ال 0.05 معناته وي ار نوت statistically significant، وبالتالي the conclusion accept the null hypothesis which says the temperature does not affect the strength the density of the break. ماشي، so in the conclusion no firing temperature does not affect the density of the bricks refer to the design expert output. هذا اللي عندنا هون. طيب now السؤال الثاني بي، is it appropriate to compare the means using the Fisher least significant method in this experiment؟ مرة ثانية لما تطلع عندنا not significant ما في داعي نستخدم ال least significant difference. السبب انه ما في difference اسمه ال least significant difference. طيب اذا ما فيش difference معناته ما بدي اعمل ال least significant difference test بكل بساطة. الان النورمال probability plot هاي راسمينه هون، لاحظوا هاي النقاط جاية على الخط، وبالتالي there is nothing unusual about the residual plot and the normal probability plot. نفس الكلام هون بالنسبة للنورمال probability plot موزع بشكل random for both. تمام، هيك بنكون يا جماعة احنا خلصنا chapter 3 اللي هو الاناليسيس اوف variance. ضل انزل لكم homework تحلوها تتدربوا عليها، بتحبوا نعمل مناقشة عليها بصير. هلا بالنسبة لامتحانكم يا جماعة، أنا إن بروجرس قاعد بصلح بالامتحان إن شاء الله، يعني ممكن بكرة يجهز، لأنه بتعرفوا العدد كبير وعملية تصليح لما يكون عدد كبير بتكون شوية يعني demanding. فأنا إن شاء الله بس يجهز الامتحان بنزل لكم العلامات على الإي ليرنينج تشوفوها، وبعد العيد ان شاء الله بنعمل لنا يعني انا الاوفيس اورز تبعتي موجوده عندكم هيها على السيلبس، بتقدروا تلاقوها. اللي بحب يمر يشوف علامته قديش او يشوف وين اخطائه. انا راح اكون مكتبي، تمام، انا راح اكون مكتبي، فهيك يعني ان شاء الله بس تجهز العلامات بعلن لكم اياها بتشوفوها. واللي بحب يستفسر عن علامته او وين اخطائه بيقدر يمر علي على المكتب يشوف ورقته، تمام، ويشوف طبعا الحل النموذجي. ماشي يا جماعة، في أي سؤال أو أي استفسار؟ يعطيك العافية، الله يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم على الحضور. السلام عليكم.